تواصل مدربة سماح تدريباتها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال إدارة الحالات الناجية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي يستهدف مقدمات الخدمة الاجتماعية في عدة مؤسسات محلية. عم بطبق مشروع العنف المبني على النوع الاجتماعي مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في ثلاثة لوكيشن بليبيا. بالأول كان بطرابلس وببنغازي، وهلأ عم نختتم وختامها مسك في سبها. البرنامج هو اللي عم بطبقه هلأ اسمه إدارة الحالة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي. فأنا عم بدرب قاعدة مقدمين الخدمة من الشركاء لصندوق الأمم المتحدة للسكان، اللي هم اتحاد النسائي ووزارة التعليم ووزارة الصحة والأمن، الجهات الأمنية ووزارة الداخلية. عم بدرب مقدمين الخدمة اللي بتعاملوا بشكل مباشر مع الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي. يتضمن التدريب كيفية دراسة الحالة الناجية من العنف ودراسة أفضل الطرق لتقديم المساعدة اللازمة وحمايتها وحماية خصوصيتها وتبصيرها بالقوانين المحلية التي يمكن أن توفر لها المزيد من الحماية والمساندة. إدارة الحالة والدعم النفسي الاجتماعي بحيث يصبح عندهم المهارات الكافية لإدارة الحالة وتقديم الخدمة بكافة أساليب وأدوات النهج المتمركز حول الناجية، من سلامتها وأمنها، من السرية، من احترام خصوصيتها، من احترام ذاتها وكيانها ومعتقداتها، وبتوفير المصلحة الفضلى إلها ولأطفالها ولعائلتها، وكل هاي الأمور المختصة بالناجية. ومن ناحية مشاركة معلوماتها مع الجهات المختصة بكل سرية وبكل سلامة وأمن. لا تتوفر إحصائيات دقيقة عن عدد ونسب الحالات التي تعرضت للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكن سماح تسعى عبر هذا التدريب لمساعدة مقدمي الخدمة على اكتساب مهارات علمية تمكنهم من مساندة الحالات وتقديم ما قد تحتاجه من دعم ومساعدة واستشارات نفسية وصحية وقانونية. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي، سبها.